إضراب مستمر وتظاهرات متواصلة يقوم بها طلبة العراق تعبيرا عن تأييدهم لثورة تشرين ومطالبها ورفضا لتعاطي الأحزاب السياسية مع الثورة عبر عمليات المماطلة وتدوير الوجوه والالتفاف على مطالب المتظاهرين الذين قدموا دماءهم من أجل استعادة وطنهم المسلوب والتخلص من فساد وعمالة الطبقة السياسية. نوجه هاي رسالة أن الإضراب مستمر وما راح ينكسر أبد، لأن صارت بيننا وبين الحكومة دم شهداء، ومو بالسهل أنه ننسى الشهداء اللي وقعوا على مود التغيير. والدليل أنه أزيد الطلاب اليوم مسيرة مليونية تنظمت جامعات بغداد عامة، اتحاد طلاب جامعات بغداد بصورة عامة، أنه اليوم مسيرة مليونية تدعم للإضراب. الاضراب ما مكسور، اكو بعض القنوات، اكو بعض الاحزاب انه شيعت انه الاضراب انكسر او الطلاب تنازلوا عن اضرابهم او رجعوا، لا بعدنا مستمرين وراح نبقى لحد تحقيق اخر مطلب انه، وان شاء الله دم الشهداء ما يروح ابدا. احنا بعدنا مستمرين باعتصاماتنا لخاطر دم الشهداء اللي راحوا، ولانه الدوله بعدها مستمرين ومجلس النواب متجاهلين مطالبنا كليتها اصلا، ودي يستغل ودي يستهينون بدم الشهداء اللي راحوا كليتهم بسبب عدم تحقيق اي مطلب من المطالب وعدم التصويت على قانون الانتخابات. لحظة احنا مستمرين باعتصاماتنا ومظاهراتنا، ما راح نرجع لدوامنا ونرجع حياتنا الطبيعية الى تحقق كل المطالب. العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى شهدت مسيرات طلابية حاشدة داعمة للثورة بعد ان اعلنوا مواصلة الاضراب وحددوا شروط انهائه، محذرين من محاولات التحدي التي تفرضها الاحزاب على الارادة الجماهيرية والشعبية التي تمثل الان الكتلة الاكبر وليس الاحزاب الفاشلة. طلابينا كل شيء، احنا باستمراريتنا شجعناهم ان يقوم بالتحدي. تستمرون باقين؟ طبعا باقين. اضراب يعني اضراب، لا نبقى اخر طلاب، ما نبقى واحد. احنا كطلاب اسنان مستحيل نرجع اذا ما تحقق مطالب الشعب، اذا ما يصير غير قانون النظام. فإصرارنا خروجنا اليوم من بيوتنا وعارفين دراستنا كلها حتى نضمن مستقبلنا، نضمن مستقبل إخواننا وطلابنا كلها. طلاب العراق يؤكدون مرة أخرى أنهم في قلب الثورة ويشكلون رقما صعبا من معادلة التغيير المنشودة، رافضين السياسات المتبعة من قبل بعض الكليات في ترهيب الطلبة وتزييف الحقائق وإجبارهم على الدوام. ويأتي تصعيد الحراك الطلابي تزامنا مع دعوات إلى عصيان مدني ردا على إصرار أطراف سياسية تسمية قصي السهيل وأسماء أخرى تتكرر كمرشحين لرئاسة الحكومة وتجاهل مطالب المتظاهرين المرابطين في الساحات منذ ما يربو على 3 أشهر.